السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير بحال ديما. مرحبا بكم عندي اليوم. جيت لكم بواحد الاقتراح اللي هو جديد، اكله سهله لذيذه وبسيطه بمقادير بسيطه كيبغيوها الاطفال، وهي البريوات بالبطاطا والفورماج. ما فيهاش بزاف ديال المكونات. عندنا واحد ثلاثه ديال البطاطات اللي هما مسلوقين مقطعين على هذا الشكل عشوائيا، ماشي مشكل حيت غادي نلمعكم. عندنا واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، ثلاثه ديال الفورماجات بحال هكا، اي شكل عندك ولا اي ماركه ماشي مشكل. وعندنا ماصافيلو او ورقه البسطيله اللي عندكم موجود. انا غادي نخدم اليوم بهذا الماصافيلو حيت مزيانه كتجي في البريوات، وهي موجوده حاليا في جميع الاسواق كتكون. دابا غادي ننتقلوا للمرحله المواليه. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ هذه البطاطا اللي سلقناها من قبل كما قلت لكم، وغادي نديروا واحد شويه ديال البزار عليها بحال هكا، القياس اللي بغيتو كل واحد والقدر ديالو. هكا شويه الملحه، حيت انا ديجا سلقتها بالملحه، ضروري تسلقها بالملحه. غادي نديروا دوك الفورماجات ثلاثه حتى هما هكا، كتسمعك هكا ماشي صعيبه زعما خاصها شي باتيدورا يعني مولينيكس ولا شي حاجه. انتما كتشوفوا شي حاجه اللي هي سهله، اكله بسيطه تقدري تحضريها فواحد ميبا 15 مينوت هكا ودغيا كتوجد. دابا غادي ننتقلوا للورقه ديالنا. غادي نقطعها كامله وغادي نرجع لكم. غادي نبداو البريوات ديالنا. غادي ناخذ واحد القطعه ديال الورقه البسطيله اللي حنايا قطعنا من قبل، والمتبقي غادي نحتفظ به باش ما ينشفش ليا، غنديرو في واحد السربيته بحال هكا وغادي نحتفظ به. وغادي نبدا ناخذ العقده ديالنا، شويه ديال البطاطا واحد العقيده بحال هكايا، وغادي نلويها على هذا الشكل هذا، وغادي نعمر هذوك الجوانب. وكنستمر هكا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، فهي طريقه بسيطه وواضحه. وغادي ندير واحد شويه ديال الخليط ديال الدقيق مخلط بالماء، وغادي نسد البريوه وغنستمر على هذا الشكل. البريوه ديالنا كملناهم كيجيو على هذا الشكل. غادي دابا نقليوهم في الزيت. بما اننا غادي نقليوهم في الزيت، فلهذا انا ما درتش الزبده دائبه في الورقه ديال البسطيله، و الا كنت انا غادي نديرهم في الفران غادي ندير الزبده في الورقه. دابا غادي نمشيو نقليوهم. كنسخنوا الزيت في المقله مزيان حتى كيسخن لينا مزيان، وكنبداو نقليو هاد البريوات. بعد غادي تكون العافيه متوسطه، وغادي نخليهم يتقلاو وغادي نكملوا من بعد. البريوات ديالي وجدوا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو مقرمشين ولذاد وسهلين بمقادير بسيطه، واكيد غادي يعجبوا حتى الدراري الصغار. وغادي نقدمهم مع هذا الطبق ديال الدجاج مشوي في الفرن. اللي عجبات يخليها لي في التعليق، وغادي نوريكم الطريقه ديالو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم.